19 من إبريل، سلام الله عليكم مشاهدينا، سلام يملأ قلوبكم وعقولكم على حد سواء. يسعد صباحك صفاء. يسعد صباح إسراء، وصباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتشاهدونا عبر شاشة قناة دار الإيمان. صباح مليء بالسعادة، بالأمل، بالابتسامة الصادقة ودابعة دوما من القلب. واليوم تغريدة سعودية غيرت حياة الكثيرين، وحديث عن قيمة التواضع، كل ذلك في حلقة اليوم. كذلك عن آخر الأحداث الطارئة على المسجد الأقصى، إضافة لمعلومات مهمة في فقرة الإسعافات الأولية وغير ذلك من المواضيع، كونوا معنا. وتستمر بالعاصمة التونسية فعاليات الدورة 15 لجائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمشاركة 36 متسابق من 22 دولة إسلامية وعربية وإفريقية وأسيوية وكذلك من روسيا. الدورة يعني أطلق عليها اسم دورة العلامة محمد بن سفيان الهواري القيرواني، نسبة إلى الفقيه المالكي القيرواني الذي توفي بالمدينة المنورة وراء عام 415 هجرية 1024 ميلادية. وإلى مدينة قونيا وسط تركيا، حيث يعمل الحرفي التركي ثروة كوجك على نحت ورسم مجسمات للكعبة وقبة آيا صوفيا التي كانت كنيسة ثم تحولت لمسجد والآن هي متحف. أيضا يرسم بعض المباني التاريخية، كل ذلك أين؟ داخل أحجار الخواتم وبأسلوب خاص وفق تقنية الأبعاد الثلاثية. ما أجمل الخواتم فعلا، يعني هذا الفنان خلال مشاركته في أحد المعارض بمدينة بورصة غربي تركيا قال ديميريل إن ازدياد أحلام الإنسان تدفعه نحو الإبداع وإنتاج أشياء جديدة. صفاء خواتم وفوقها جواها أماكن تاريخية، أنا بالنسبة لي الموضوع رائع جدا، أكثر من رائع. تمزج الألوان أيضا جميل واختياره، في وقديه مستمتع وعم بيعملهم، وأنا لازم أروح على هذاك المكان. خلص لازم تبعت الإسراء أيضا كمان. والآن مشاهدينا إلى السعودية، وتغريدة بسيطة على تويتر صنعت الكثير من الخير. فعبد العزيز القحطاني الذي يتابعه 45 ألف متابع على تويتر وجه تغريدة على حساب سلسلة مطاعم سندويشات شهيرة يسألهم عن عدد مرات إعادة التغريد لمطعمهم التي ترضيهم مقابل التبرع بمئة ساندويش توزع على عمال النظافة. وهذه التغريدة لاقت تفاعل أكثر من المتوقع من قبل المتابعين والشركات والمطاعم على حد سواء، حيث قبل المطعم فكرة التبرع دون إعادة تغريد أيضا أو ريتويت لهذه التغريد، كما تبرعت مطاعم عالمية أخرى كل منها بمئة
وجبة لعمال النظافة. والجميل أيضا صفاء أنه امتد التفاعل ليصل شركة اتصالات تبرعت بمئة بطاقة شحن، أيضا تبرعت شركة مياه بعبوات مياه توزع على عمال النظافة، وشركة إعلامية قامت بالتبرع بإصدار فيديو حملة إعلانية لنشر هذه المبادرة. جميل. يعني فكرة رائعة جدا صراحة. وأحيانا عمل الخير يحتاج فقط لمبادرة، يعني لشخص مبادر يأخذ على عاتقه هذا العمل ثم ينطلق. وأكيد يعني أهل الخير كثر، وكثير من الأشخاص اللي يسعوا للخير لكن ما بيعرفوا وين الأبواب أو كيف يطرقوا هذه الأبواب. صحيح. يمكن صفاء كنا بحلقة الأمس يعني إحنا تحدثنا عن أهمية الهاشتاج وكيف ممكن أحيانا إنه يستخدم بتسويق الأفكار. صحيح. يعني هذا تطبيق جدا مهم، إنه تطبيق مهم لاستثمار فعليا وسائل التواصل الاجتماعي لعمل الخير. تغريدة بسيطة جدا وعفوية جدا، وشوفي قديش لاقت تفاعل وقديش فادت ناس. هنا فوائد أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي وتفعيلها في خدمة الاجتماعية. الآن إلى روبوت جميل يسمى باور راي، يغير حياة الصيادين. فقد أطلقت شركة باور فيجن الصينية أول روبوت لمساعدة الصيادين ومحبي هواية الصيد. هذا الروبوت قادر على الغوص مسافة 30 متر تحت الماء لمدة تصل إلى ربع ساعة، وذلك بهدف توفير رؤية ما هو تحت الماء من خلال الكاميرا المدمجة، والتي تنقل الفيديوهات إلى الأجهزة العاملة بنظامي الأندرويد وآي أو إس. الروبوت لا يوفر رؤية فحسب، بل يعلم الصيادين بكيفية توزيع الأسماك ودرجة حرارة الماء وعمقه والبنية الموجودة أيضا تحت الماء. مشاهدين الآن إلى النشرة الجوية، وأكيد مستكملين باقي فقراتنا وضيف مهم سيكون معنا بعد النشرة.
من تواضع لله رفعه، نسمع هذه الجملة كثيرا خلال تربيتنا، لكن يظل السؤال كيف يمكن أن نطبق قيمة وصفة التواضع بأسلوب متوازن يبعدنا عن الكبر ولا يقربنا أيضا من المذلة في ذات الوقت. إذن حديثنا اليوم عن صفة التواضع، أهميتها وآلية تطبيقها مع ضيفنا الأستاذ عامر وهاب، وهو المتخصص في التفسير وعلوم القرآن. مرحبا بك أستاذ عامر. أهلا وسهلا. حيا الله. حيا الله، يسعد صباحك. بداية خلينا نعطي هيك التعريف يصل إلى المشاهد عن صفة التواضع، ماذا نقصد بالتواضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحية طيبة لكم جميعا في هذه القناة المباركة، وشكرا الجزيل للاستضافة الطيبة. بداية عندما نتكلم عن التواضع لابد أن نبدأ من قاعدة مهمة، وهي أن ديننا هو دين الأخلاق ودين المعاملة، يعني ثمرة العقائد، ثمرة معرفة الله عز وجل أن يظهر على الإنسان سلوك جميل أخلاقي مع الناس، وحتى ثمرة الصلاة وثمرة الصيام وثمرة الحج وثمرة العبادات جميعا هي السلوك الذي ينبغي أن يظهر على الإنسان في المجتمع. لذلك المعاملة الحسنة تدل على الإيمان في القلب، تدل على معرفة الله عز وجل. جميل. ومن جملة هذه الأخلاق التي نحتاجها اليوم كثيرا هي موضوع التواضع. لا يوجد إنسان في المجتمع سواء كان زوجا أو كان معلما أو كان مربيا أو كان قائدا أيا كان موقعه إلا وهو محتاج إلى صفة التواضع. التواضع بمفهوم بسيط جدا هو اللين، هو خفض الجناح للناس، هو أن تتعامل مع الناس بيسر بلطف. الله عز وجل عندما تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لو نلاحظ هذا الآية عبرت عن التواضع حقيقة يعني بمفهوم رائع وبسيط جدا. نعم. عندما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كان لينا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضوان الله تعالى عنهم. جميل. لذلك عندما نتكلم عن موضوع التواضع ينبغي أن نركز على بعض النقاط الأساسية المهمة. أولا التواضع هو فعل قلبي خالص له علاقة بالقلب، ما عنده علاقة بالمظاهر، مثلما أن التكبر أيضا فعل قلبي خالص. يعني هل علامة التواضع أن يلبس الإنسان الرث من الثياب مثلا؟ لا، ليس هذا علامة التواضع. هل علامة التواضع أن يسكن الإنسان في بيت ليس جميل مثلا؟ أو علامته الفقر بشكل عام؟ أو علامته الفقر بشكل عام؟ لا، ليس هذا هو التواضع. قد يكون الإنسان متواضعا وهو يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن المركوبات أحسن السيارات ويسكن في أحسن الأماكن وهو في قمة التواضع. هاي مسألة مهمة جدا، أنت تتحدث أن التواضع لا علاقة له بمظاهر معينة أو يعني شكل معين يظهر على الإنسان. أبدا لا علاقة له. مثلما أن الإنسان قد يكون فقيرا ليس له شيء، لا من الثياب ولا من المركوبات ولا من المساكن وغيرها، وقد يكون في قمة التكبر. طب لنوضح أكثر بصفات هذا الشخص المتواضع. طيب عندما نتكلم عن المتواضعين، أحسن نموذج أحسن قدوة في تاريخنا المشرق هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام عجيب في حياته، كان قائد أمة، كان رسولا، كان نبيا، كان يهابه الناس. مع هذا المكان العظيمة كان من أفضل الناس معاملة وأخلاقا مع أصحابه. تحدثنا كتاب السير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تأخذه الطفل الصغيرة تأخذه من يده إلى السوق فيقضي حاجتها ولا يستأنف عن ذلك. يحدثنا السيرة النبوية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصغار ويسلم على الكبار ولا يستنكف عن ذلك، يعني لا يتكبر عن ذلك. تحدثنا السيرة أن رجلا دخل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ترعد فرائسه كما ورد في الأثر، يعني يرتجف، وكان عليه الصلاة والسلام تعدوه الهيبة فيرتجف، فهدأه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رجل ابن أمة كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف
المملح المجفف تحت أشعة الشمس. نعم. يعني هدئ من روعك. وكان يدخل عليه الرجل الذي لا يعرفه الذي يأتي من البعيد من الأعراب فيسأل الناس أين أيكم محمد، يعني حتى لا يعرفه لا في مظهره ولا في تقدمه على الناس ولا غيره. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤكل أصحابه، يخرج معهم في سفر، كان قريب من الناس جدا، يخرج معهم في سفر، فعندما يجلسون للاستراحة فيتفرق الصحابة، أحدهم يحضر حطب، أحدهم يهيئ شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل له وظيفة من بينهم. جميل. فيعترض الصحابة فيقول إنما أنا واحد منكم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لذلك من صفات المتواضعين إذا أردنا أن نجملها، طبعا هي كثيرة لكن من باب الإجمال، المتواضعون لينون هينون مع الناس، لا يتكبرون على الناس. المتواضعون لا يرون أنفسهم أفضل من الناس، بل كما قال سيدنا الحسن البصري يتجولون، لن تكون متواضعا إلا إذا تجولت في الطريق ولم ترى لنفسك فضلا على أحد، بل بالعكس ترى فضل الناس عليك جميعا. نعم. فأصحاب المتواضعون لا يرون الفضل لأنفسهم، الفضل لله عز وجل، ويعترفون بالفضل للآخرين. نعم. طيب أستاذ، هنا قد يتبادر سؤال لذهن الكثيرين، كيف نستطيع أن نوازن ما بين كوننا نتحلى بصفات التواضع والتعامل بلين وبشكل جيد مع الناس وعدم رؤيتنا لأنفسنا أننا أفضل من الناس، وفي ذات الوقت تقديرنا لأنفسنا وتقديرنا لمكانتنا أيضا في المجتمع من خلال العلم والعمل الذي نقوم فيه؟ كيف يستطيع الإنسان أن يخلق هذا التوازن في حياته من غير يعني ما يكون فيه مبالغات؟ فعلا صحيح، سؤال مهم جدا. التواضع فيه معادلة مهمة، كلما تواضعت رفعت، وكلما تكبرت وضعت. نعم. هذه معادلة بينك وبين الله عز وجل، يعني من المتضادات في ديننا. قد يرى الإنسان في بعض الأحيان أن تواضعه تكلمه مع الناس ومع الأطفال ومع الصغار ولينه وكذا، قد يرى فيه ضعف. لا، العكس، بل المتواضع قوي في نفسه، لأنه استطاع أن يتغلب على أسوأ ما في الإنسان وهو التكبر. مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، من أتدرون من الشديد؟ قالوا الشديد من يصرع الناس. قال لا، ليس هذا هو الشديد، ليس الشديد من يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني المتواضع هو من أقوى الناس، لأنه استطاع أن يتغلب على صفة التكبر على الناس. لذلك من تواضع لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من تواضع لله عز وجل رفعه. العلاقة بين التواضع وبين تقدير النفس هو أنك عندما تتواضع قدرت نفسك حقيقة. جميل. وأعطيت نفسك مكانة جيدة لنفسك في الحقيقة، بينما عندما تتكبر هنا قد أهنت نفسك من حيث لا تشعر. لذلك التاريخ حفظ لنا المتواضعين وحفظ احترامهم حتى بعد موتهم، بينما التاريخ لم يحفظ لنا المتكبرين. نعم. الذين ملكوا كما قال فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. جميل. وكأنها صفة نفسية بين الإنسان والله عز وجل، وأيضا بين الإنسان ونفسه الداخلية. صحيح. طب هذه القيمة اللي فعليا إحنا نحتاجها في مجتمعاتنا، هذه القيمة الجميلة التي نفتقدها الآن في ظل هذه الظواهر، في ظل هذا التفاخر بين الناس، في ظل مواقع التواصل التي تنشر يعني حب الشهرة، ربما حب الظهور، حب الأنا، لنقول كيف نكتسب هذه الصفة الحميدة تكون يعني بيننا؟ الشخص اللي يقول يعني أنا فعليا أحتاج أن أكتسب هذه الصفة لكن لا أستطيع في ظل ربما التوازن بيني وبين غيري في المجتمع، كيف ذلك؟ طبعا كيف لا يفقد الإنسان هذا الشعور، وفي نفس الوقت لا يفقد الإنسان مكانته بين الناس، يعني لا يمنع التواضع من أن يحدث الإنسان ببعض إنجازاته، بأعماله وإنجازه، ببعض أعماله، لا يتعارضان تماما. نعم. لذلك من أهم الأشياء التي يكتسب بها الإنسان التواضع أن يكون دائما قريبا من الله عز وجل. لذلك في الآية فبما رحمة من الله عز وجل لنت لهم يا محمد، يعني دوام القرب من الله عز وجل يولد في الإنسان الشعور بالتواضع، يولد في الإنسان الشعور بأنه دائما قريب من الله عز وجل، طاعة الله عز وجل. لذلك المتكبرون بعيدون عن الله، غافلون عن الله عز وجل.
من الأشياء التي تكسب التواضع في الإنسان هو أن يخدم الناس دون مقابل. جميل. أن يقدم للناس دون مقابل كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان لا يستنكف أن يخدم، كان لا يستنكف أن يمشي مع الأرملة ومع المسكين حتى تقضى حاجته. فكان لا يستكنف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأشياء حتى وأن الإنسان يعرض إنجازاته مثلا ويعيش مع الناس وفي شهرة وفي غيرها من الأشياء، يكون في حياته جزء من أوقات حياته جزء من حياة الناس. جميل. السعي في قضاء حاجة الناس هذا يولد في نفسه التواضع. بعض الأحيان كما ورد في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أثرا أنه كان يحمل قربة ماء على ظهره، فالتقى به بعض أصحابه، قالوا له يا أمير المؤمنين كان ممكن يقوم بهذا العمل أحد غيرك؟ فقال سيدنا عمر، هذه مهمة جدا، قال جاءتني الوفود، وفود الناس يعني القبائل، وهي تعلن الطاعة، فشعرت في نفسي نخوة، يعني شعرت بشيء من التعالي، يعني هذه الوفود القبائل جاءت تعلن الطاعة، يعني يا عمر أنت أصبحت صاحب مكانة والناس تطيعك. قال فشعرت بهذه النخوة فأردت أن أكسرها. أدب نفسه. وهذه من أهم الأشياء التي تجعل الإنسان يحافظ على التواضع، المحاسبة. يعني مر الإنسان، هذا الإنسان ضعيف. نعم. والإنسان خاصة الذي هو معرض للشهرة أمام الناس والحديث عن إنجازاته بين قوسين طبعا، هذا ضعيف، قد يتطرق إلى نفسه شيء من وسواس الشيطان، يحدثه الشيطان أنك أصبحت كذا وأنك فلان وأنك، فيحتاج الإنسان إلى شيء من المحاسبة والمراقبة. لنذكر بعض الخطوات العملية لهذه الطرق التهذيب النفس. يعني من بين الخطوات العملية لطرق تهذيب النفس كما قلت لك هي خدمة الناس، السعي بين الناس. بعض الأحيان زيارة لمستشفى تجعل الإنسان يعود إلى أصوله. زيارة بسيطة، النظر في خاطفة. حقيقة الناس، حقيقة حتى زيارة الناس. الفقراء، زيارة الأيتام، الأيتام، دور العجزة مثلا. نعم. زيارة المستشفيات، هذه أشياء عملية. لو يزور الإنسان المتكبر. نعم. الذي يرى نفسه فوق الناس وأفضل من الناس، يزور مستشفى لبعض الأمراض خاصة إذا كان أطفال، وأعافانا الله وإياكم جميعا أطفال صغار ومرضى سرطان مثلا، يعني يرى بعض الحالات تجعله فعلا يعود إلى حقيقة نفسه. هذه أشياء عملية تؤدب الإنسان. نعم. نعم. وتجعله دائما يرجع إلى التواضع. يعني أستاذ، لربما أيضا من الأمور المهمة جدا هي التحدث مع النفس بين الفينة والأخرى، يعني محاسبة النفس، الصدق بالحديث مع النفس، مراجعة النفس، هاي نقطة جدا مهمة كخطوة أولية لتهذيب النفس. طيب طبعا. أنت تحدثت عن واحدة من صفات المتواضعين خفض الجناح للناس، أيضا يعني هنا قد يكون هنالك إشكالية في هذا المصطلح خفض الجناح للناس، أو في فهم الناس لهذا المصطلح، قد يفهم البعض أنه خفض الجناح يعني الذل اتجاه الناس. كيف أيضا ممكن أنا أوازن ما بين أني أكون خافض جناحي للناس لكن يعني لا أذل نفسي ولا أهين نفسي أمامهم؟ نعم، هذه قضية مهمة، وهي التواضع في غير مذلة. أن تتواضع للناس لا يعني أن تضعف أمام الناس، لا يعني أن تهضم حقوقك أمام الناس ولا تطالب بها. أن تذل نفسك للناس لا يعني أنك أصبحت متسولا على بيوت الناس. صحيح. أبدا. قد يفهم بعض الناس هذا الشيء، لكن ليس كل الناس يعني يفهمون هذا الشيء، وأنت نفسك ينبغي أن تصحح مفهوم التواضع عندك. وهذا شيء مهم، يعني أنت تنطلق من قناعاتك في النهاية، أنت بماذا أنت مقتنع في موضوع التواضع. لذلك العكس تماما، نحن في أخلاقنا ينبغي أن نتعامل ونحن نطبق الأخلاق ونحسب حساب الله عز وجل. نحن نعتقد إيمانا عقيدة أن كلما تواضعنا كلما رفعنا أمام الله عز وجل، كلما رفعنا ربنا تبارك وتعالى. لذلك التواضع ليس ضعف، التواضع ليس مذلة. لذلك القرآن عبر عنها بتعبير جميل لما وصف المؤمنين، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إيش معنى أذلة على المؤمنين؟ يعني أذلة على المؤمنين لا يعني أنهم ذليلين، لا يعني أنهم ضعاف. أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يشفقون عليهم، يرحمونهم، يتزاورون فيما بينهم، يشاركون الناس أفراحهم وأتراحهم. لكن في الوقت ذاته هذا المتواضع، المؤمن المتواضع بين الناس، هو في الوقت ذاته الشخص ذاته عزيز على الكافرين، يعني عزيز أمام الكافرين، لا يقبل الذل، الذلة. جميل. ولا يقبل الهوان أمام الكافرين. فالشخص نفسه
اجتمعت فيه التواضع مع المؤمنين، واجتمع في الوقت ذاته العزة أمام الكافرين وغيرها. جميل، يعني العزة أو ربما في مصطلح آخر هي الثقة، الثقة بالنفس. نعم. الثقة بهذه الروح المسلمة فعليا. كيف ممكن أيضا يعني هناك حد فاصل بين الثقة والكبر وهو عكس التواضع، كيف يجمع المسلم، كيف يجمع المؤمن فعليا الثقة بنفسه وأيضا لا يذهب إلى جانب آخر وهو الكبر ربما. نعم. ونشوف الحال. هذا الأمر يتوقف على الشخص ذاته، يعني التكبر زي ما مثل ما قلت في بداية الكلام، التكبر هو فعل قلبي، الإنسان يعرف نفسه في النهاية. الثقة بالنفس شيء محمود، بل إن معظم الإنجازات الموجودة الآن لا يمكن أن تكون إذا كان الإنسان غير واثق من نفسه. الثقة بالنفس تعني أن الإنسان يثق في قدراته، يثق في إمكانياته، يثق في ما حباه الله عز وجل من بعض النعم كالعلم مثلا وغيرها. نعم. فيسعى إلى تحقيق إنجازات يخدم بها الآخرين، يحقق شيء في الواقع يخدم به الأمة، هذا معنى الثقة بالنفس. أما المتكبر، لا، المتكبر لا يعنيه الآخرون بأي شكل من الأشكال. نعم. المتكبر يعنيه نفسه فقط، يعني بدأها إبليس عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فرفض، قال ما منعك ألا تسجد لما أمرتك، قال أنا خير منه، وفرعون قال هذه الكلمة، وهذه وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. نعم. وكل المتكبرين على مدار التاريخ لا يرون شيئا إلا أنفسهم. فالتكبر، الواثق بنفسه يسعى لخدمة الآخرين، ينجز لخدمة الآخرين. نعم. المتكبرون لا يسعون إلا لبناء أنفسهم وتحطيم الآخرين في بعض الأحيان، هدم الآخرين ممن يشكلون عائقا أمامهم. لذلك فارق كبير ما بين السماء والأرض، ما بين إنسان يثق بنفسه وما بين إنسان متكبر. لذلك إذا أردنا أن نعرج على بعض صفات المتكبرين في مقابل صفات المتواضعين، المتكبر لا يرى إلا نفسه، لا يخدم إلا نفسه. المتكبر يخدمه الناس ولا يخدم الناس، يحب أن الناس جميعا يخدمونه ويتذللون أمامه وهو لا يخدم أحدا. المتكبر لا يقبل النصيحة، في يمحو حين الآخر تماما من حياته تماما. المتكبر لا يقبل النصيحة في حين أن المتواضع يقبل النصيحة. يعني سيدنا. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير، توقفه امرأة عجوز كبيرة في الطريق وتنصحه وتقول له يا عمر اتق الله في محمد واتق الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقالت له كلام يعني عاهدتك في مكة تسمى عمير، ثم ما لبثت أن يعني طفل تسمى عمير تلعب مع ذراري مكة، ثم ما لبثت أن أصبحت تسمى عمر، ثم ما لبثت أن أصبح الناس يلقبونك بأمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. أحد الصحابة يحاول أن يعني هذا أمير المؤمنين وكذا وتعترضينه في الطريق، فيرفض سيدنا عمر ويقبل النصيحة ويسمع للنصيحة وما عنده مشكلة أبدا في قبول. جميل. النصيحة، في حين المتكبر يقبل النصيحة أبدا، يستحيل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كيف تقول لي اتق الله؟ فهو لا يقبل النصيحة أبدا. المتكبر لا يتعلم أبدا، يستحيل أن يتعلم ويجلس بين يدي أحد يتعلم أو يستفيد من شيء، في حين أن المتواضعون يعلمون ويتعلمون. عندما نقرأ سورة الكهف نجد أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي أن يقطع المسافات الطويلة. نعم. حتى يجلس بين يدي الخضر عليه السلام. وهو ليس نبي، فنبي يسافر من أجل أن يجلس متعلما وليس معلما بين يدي رجل في النهاية طبعا من الصالحين، لكنه. نعم. ليس نبي. هؤلاء هم المتواضعون. جميل. يعني أستاذ عامر وهاب، أشرت إلى نقاط جدا مهمة في مسألة التواضع وكيف نكون متواضعين بشخصية متوازنة، وهي شخصية الإنسان. نعم. المسلم التي يجب أن تجمع ما بين التقوى، وفي ذات الوقت هذا التقوى يطبق في الحياة العملية والحياة اليومية. شكرا جزيلا لك أستاذ عامر وهاب المتخصص في التفسير وعلوم القرآن. شكرا لك. وفعلا يعني صفة التواضع من الصفات التي تدل على طهارة القلب ونقاء السريرة، وهي صفة بين الله وبين العبد، وأيضا يعني جميل أن نرتقي في مجتمعاتنا فعليا بغرس هذه الصفة. والآن مشاهدينا سنتحدث أو ننتقل وإياكم إلى الكثير من التقنيات الصغيرة التي اقتحمت حياتنا مع تسارع التطور التكنولوجي طبعا في الحياة، وهذه التقنيات يعني تحكمت في حياتنا. من هذه التقنيات هي الريموت أو جهاز التحكم بالتلفاز. سنشاهد في التقرير التالي معلومات تاريخية وحول صناعة هذا الجهاز
في التقرير طبعا من إعداد زميلتنا كفاح بني سلامة. بعض الاختراعات تبدو للوهلة الأولى نوعا من الترف، إلا أن مرور الوقت يثبت أهميتها. واحد من أهم الاختراعات هو جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول، والذي وفر على الناس النهوض والمشي لقرص التلفاز وإدارته للتحكم بالصوت وتغيير المحطات. هذا الاختراع نفذه المهندس الأمريكي يوجين بولي عام 1955. فكرته بشكل مبسط تقوم على تسليط شعاع ضوئي في زاوية شاشة التلفاز، فيتنشط من خلال ذلك الصوت والصورة والتنقل بسلاسة بين القنوات. يدين عشاق التلفاز حول العالم لبولي بسبب اختراعه، وعند سؤال بعضهم لم يترددوا بسرد مقارنات بين حال التلفاز قبل الريموت وبعده. كان سابقا يعني مشاهدة التلفاز كان عبارة انه نكبس الزر، مثلا بيكون مثلا نفرض صالون كبير، فكنا يعني شوي واحد كان فيها غلبة بالموضوع انه مين بده يروح ومين ما كذا، ويكبس الزر وشغل وطفي وعمل وكذا هيك، فكان الامر صعب نوعا ما. اول ما دخل قبل ما يدخل الريموت كان الجهاز التلفزيون يعني كان قديم، نحن بدنا نضطر نقوم لعنده ونشتغل مع التلفزيون. وقت دخل الرومون كان في راحة وكمان في سعادة، يعني انه ما بقى نعذب حالنا بالقومي وبالقعدة وبالأمور هاي، صار الرومون جنبنا وبنقدر نشتغل فيه براحتنا. وبنفس الوقت يعني كمان صحيح هو ساوى شوية مشاكل بالبيت وهالأمور. تلفزيون كوماندالارنن بنجي من وجهة نظري في حالة التلفاز القديم قبل ظهور الريموت كنا لأجل تغيير القناة نضطر للقيام من مكاننا والضغط على زر التلفاز. الآن صار أسهل بوجود جهاز التحكم عن بعد. رغم أن بولي تلقى مكافأة لا تتناسب وحجم اختراعه، إذ تلقى $2000 على اختراع تاريخي ساهم في تغيير مسار التلفاز عالمياً، إلا أنه جنى سعادة الناس وتبسيط حياتهم. مشاهدينا، الكثير من الأحداث تطرأ بشكل يومي على المسجد الأقصى المبارك، لكن للأسف نظراً فعلياً لزخم الأحداث العربية والإسلامية قلما يسلط الضوء حالياً على أحوال المسجد الأقصى. وحرصا منا طبعا على تعريف المشاهدين دوما بحقيقة ما يحدث في العالم الإسلامي، سنسلط الضوء اليوم على ملف المسجد الأقصى وآخر التطورات بشأنه مع ضيفنا الدكتور منصور سلامة الباحث في الشأن المقدسي، وهو ينضم إلينا الآن عبر السكايب. مرحبا بك دكتور منصور. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا، حيا الله دكتور. يعني موضوع المسجد الأقصى وسياسة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى، نتحدث قليلا عن ماهية هذه السياسة، ما هي سياسة الاقتحام التي ينفذها المستوطنين داخل المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أختي الكريمة، تحياتي لكم ولصمودكم وثباتكم، وفي ظل الهجمات الشرسة على الأمة في كل مكان أن لا ينسى المسجد الأقصى المبارك، أقول عذراً أن أقف عند كلمة اقتحام، أرفضها رفضاً قطعياً، لأننا نريد أن نعيد البوصلة بشكلها صحيح. كلمة الاقتحام، نحن الآن نعمل جاهدين على تغيير بعض المصطلحات. كبحث علمي، إذا ما أردت أن تبحث في كلمة اقتحام كأن هناك ثمة طرفين، الأول يقتحم أو يذهب للآخر والآخر يقاومه ويمانعه. حقيقة هذا من الظن بمكان. الاقتحام لم يحدث، إنما تدنيس وانتهاك لحرمات المسجد الأقصى المبارك. نعم. إذن هنا يفترض بنا أن نغير كلمة الاقتحام. نعم. تحت الحراب والبنادق للمستوطنين والجيش الصهيوني يدخل إلى ساحات ومساحات المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي يدخل على من؟ على مصلين آمنين ليس بيدهم شيء، إنما هي فقط يعني لسانهم أو ألسنتهم تلهج بالدعاء للمسجد الأقصى المبارك ويدعون الله عز وجل صباح مساء. إذن هي الحقيقة، إذن ليس اقتحام، إنما أقول وأؤكد إنه انتهاك لحرمات المسجد الأقصى المبارك، وأنه ما أسميه حقيقة عنوة، هو لنقل ظلام ودمار وتدنيس، ليس انتهاك فقط.
طيب إذا نتحدث عن التدنيس الجديد أو السياسة الجديدة التي يستخدمها المستوطنين لتدنيس المسجد الأقصى. لا شك أن هناك ثمة سياسات متعددة. نعم. للأسف في عالمنا العربي والإسلامي لربما لم يعوا تلك السياسة المقيتة التي بدأت منذ نصف قرن ويزيد عن ذلك. ولكن نعم. نتكلم عن آخر لحظة لنقل أنه نصف قرن، الفترة الزمنية التي تم احتلال فيها المسجد الأقصى المبارك. نعم. والتي تم دخولهم إلى القدس وإلى باقي الأرض المقدسة. نعم. وهنا أقول لأول مرة في التاريخ في اليوم الثالث من حرب ما سمي بالنكسة يدخل المحتل، ولا أقول أن القدس سقطت، إنما بقيت عزيزة شامخة إلى يوم القيامة، بقيت فيها العزة والشموخ، عزة عمر وإخلاص الأيوبي صلاح. إذن هو الحقيقة، دخل المحتل وبدأ يغير باليوم الثالث، بل باليوم الخامس هدم الحي المغربي كامل، حارة مغربية كاملة. إذن تدنيس وإجرام وظلم. يأتي موشي بن أنيان، هذا الرجل يصرح لصحيفة يورشلايم في العام 1999 ويقف على ربوة من ربوات المسجد الأقصى المبارك ويقول أنني قمت بنفسي بتدمير هذا الحي بكامله. إذن الانتهاكات كبيرة وطويلة، سياسات ممنهجة. نعم. عبر نصف قرن ويزيد، والعالم العربي والإسلامي لا يوجد له كيان أبدا يتصدى لمثل هذا الدمار. إذن هي سياسات ممنهجة. نعم. طيب. سياسات حكومية وسياسات شعبية. نعم. طيب يعني أستاذ، فعليا كان هناك تدنيس للمسجد الأقصى على مدار سنوات طويلة كما ذكرت، هناك دخول متكرر لساحات المسجد الأقصى كان بدون قرار رسمي، لكن الآن أصبح بقرار رسمي، ما الاختلاف، ما الفرق؟ هنا يعني لأقول أن الانتهاكات والتدنيس هي ثلاثة محاور. المحور الأول محور شعبي، هم يصنعونه بطريقة ما أو أخرى، أن يدخل بعض المستوطنين من أجل أن يقوموا بحركات معينة. هذا محور شعبي هم يعتقدوه، أضيف إلى ذلك حتى يتضخم ويكبر. وكيف بدأوا؟ بدأوا من خلال السياح، وكانت الفترة الزمنية التي أتيح لهم فيها من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 10 صباحا هذا السياح، ويعني يندمجون المستوطنون، يدمجون أنفسهم مع السياح ويدخلون وفق، يعني أنا أتكلم عن قديما كيف بدأت المرحلة الانتهاكات، وطبعا تحت إمرة الجيش الصهيوني يدخل السياح من أكثر من باب. ولكن بعد ذلك حينما حدثت مذبحة الأقصى بدأت تقنين ذلك من خلال باب المغاربة، وتم التحديد. عندما سارت الأمور أخذت بعد آخر، هناك بعد قرار لنقل حكومي أو قرار سياسي. هذا البعد فعلا يحتاج إلى قضية ممنهجة وقرارات. وأذكركم هنا في حينما اتخذ قرار بأن ساحات المسجد الأقصى المبارك التي هي تمثل لنقل سدس المدينة المقدسة، هذه يعني ساحات، هذه أعلنت قبل فترة، قبل 3-4 سنوات أعلنت رسميا من بلدية القدس، بلدية الاحتلال، أنها ساحات عامة، ولم يكن هناك أي رد، لا رسمي ولا حكومي. وعلما أن اليونسكو اتخذت قرارها فيما يخص البلدة القديمة كلها باحتوائها لحتى حي حارة المغاربة، وأيضا ما يحيط في سور المسجد الأقصى المبارك، وما هو داخل كل سور المدينة المقدسة، هو تراث إسلامي حقيقي. نعم. إذن أين التحرك الحقيقي؟ هذا البعد الثاني على المستوى السياسي. أما البعد الثالث فهو المستوى العسكري، وهذا الدمار والإجرائي، لربما يكون هناك بعض الهدم والتنفيذ والعقوبات والإبعاد. إذن هي ثلاثة محاور الآن أطبقت أو أطبقت على الأرض المقدسة وعلى القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك بكل تلابيبها، دون أن يكون هناك حراك حقيقي في كيان هذه الأمة على المستويات الثلاث،
وإن كان أو طيب. على المستوى الشعبي على أن دكتور هناك منصور... ثمة قلوب وعقول معنا. نعم دكتور منصور أيضا حدثنا عن مسألة جدا مهمة وهي سعي الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. أيضا وضح للمشاهدين ماهية هذا التقسيم الذي كان يسعون الذي يعني كان يسعى الاحتلال له منذ فترة طويلة. التقسيم الزماني هو للأسف نقول في مراحله الأخيرة. للأسف. للأسف أقول. هم يعتمدون، ولمن يصعب عليه فهم هذه القضية فليرجع قليلا إلى واقع المسجد الإبراهيمي أو الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. كيف تم تقسيمه ولم يتبقى لدينا الآن مكانيا إلا صلاة 40 أو 50 أو 70 مصلي؟ إذن هي واقع مؤلم جدا. نعم. قسموا المسجد الإبراهيمي وأدخلوا إليه في أيام محددة لا يجوز لنا أن نصلي داخل الحرم الإبراهيمي. إذن هي حقيقة ماثلة أمامنا، ولكن ننتظر إلى أن تتم هناك بعض الكوارث. لأقول التقسيم الزماني، أقول عندما منعوا من الساعة السابعة والنصف أو سمحوا من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة العاشرة صباحا عبر زمن طويل إلى السياح أن يدخلوا، نحن قبلنا ذلك وفعلا لا نريد أن نمنع السياح على أن يروا، ولكن ضمن شروط وضوابط. تدخلوا بالتذاكر، تدفع على البوابات، وأيضا يأخذون لباس للحشمة لأن السائح يأتي شبه عاري. نعم. وبالتالي احتراما لحرمات المسجد الأقصى. وكان القرار آنذاك للأوقاف الإسلامية بغض النظر عن تبعيتها لأي جهة حكومية، وإن كانت قد ضاعت البوصلة. لا أحمل السلطة أبدا المسؤولية، ولكني لست مبرئا لها لأنها من البداية لم تفاوض أبدا ولم تتحدث في شأن القدس، لأنها أضغط عليها أن القدس لا شأن لك بها الآن، وتركت حبر عبر زمن اتفاقية وادي عربة وغيرها أن هناك ثمة وصايا أردنية، ولكن نريد أن نرى على الأرض ما هي الوصايا، ما هو الحكم الحقيقي على الأرض. مضى زمن. نعم. إلى أن زادت الفترة وقرر قبل فترة بسيطة قبل 3 سنوات أن يتم زيادة ساعة في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 إلى 11:00 وليس إلى 10:00 صباحا. نعم. دخل يهودي جليك واعتلى أيضا ربوة المسجد الأقصى المبارك وقال اذهبوا إلى السعودية. دخل موشي فيجلين أيضا واعتلى سطح مسجد قبة الصخرة في العام 2014 في شهر فبراير، وعندما قال يا مسلمون نعم هذا الأقصى لنا واخرجوا إلى السعودية هذا موقعكم. طبعا يعني حاشا لنا أن نقول هم هذا. لهم محاولات كثيرة فعليا في محاولة تهويد المسجد الأقصى. بداية يعني نوجه تحية للمرابطين داخل المسجد نعم. الأقصى، للمجاهدين ليل نهار فعليا في الحفاظ عليه، لكن الموضوع كبير وله أبعاد يعني كبيرة جدا. نحتاج لهبات شعبية داخل القدس وخارج القدس، نحتاج لوعي مجتمعي فعليا صحيح. في القضية اللي هي محور قضايا الأمة والتي تدور حولها قضايا الأمة وهي قضية القدس. كل الشكر لك دكتور منصور والمهتم بشؤون المسجد الأقصى، يعطيك ألف عافية. ومشاهدين الآن رح ننتقل وإياكم لفاصل قصير وما زلنا مستكملين فقرات صباح الإيمان. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى الفقرة الأسبوعية المهمة فعليا، فقرة الإسعافات الأولية، وننتقل سوية إلى إسراء. شكرا لك صفاء. ومشاهدينا اليوم حديثنا في هذه الفقرة حول الإنعاش القلبي الرئوي، موضوع جدا مهم في مسألة الإسعافات الأولية، وبالتأكيد نرحب بالمدرب بالإسعافات الأولية الأستاذ بلال سنهوب. يسعد صباحك أستاذ بلال. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا لك أنت ومشاهدينا الرائعين. احنا بطبيعة الحال كنا تكلمنا في نعم. السابق تكلمنا عن الأولويات الأساسية بالنسبة للإسعافات الأولية، ولذلك في هذه المحاضرة المهمة احنا حنتكلم عن موضوع التنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي وكيف نعم. يتم التعامل معه. لكن في البداية قبل ما حندخل حنتكلم عن المثلث المهم التي يحافظ على حياة الشخص المصاب. نعم. إذا كان عندي مصاب مثل ما قلنا في المحاضرة السابقة، نتأكد من المكان، نؤمن كل حاجة، نوصل للشخص المصاب، نتأكد من أولويات بنسميها أولويات الإسعاف. أولويات الإسعاف ثلاثة. نعم. التنفس والنبض،
النزيف والصدمة. تنفس بالنبض، النزيف والصدمة، واحد من هذه الثلاثة في المثلث هذا فيه مشكلة، إذا احتمال المصاب قد يؤدي إلى حالة الوفاة. نعم. أما الثلاث الأشياء إذا كانت سليمة إذا ما بعده أهون. واحد عنده تسمم ما في مشكلة، عنده كسر ما في مشكلة، عنده حاجة أخرى ما في مشكلة، لكن أهم شيء أنه في نبض وفي تنفس وما في نزيف وما عنده وما داخل في مرحلة الصدمة. جميل. طيب خلينا نحكي نبدأ بموضوع الإنعاش. فعليا متى يحتاج الشخص لمسألة الإنعاش؟ أي شخص في كل حادث وفي أي حالة، في حالة الغرق، في حالة الاختناق، في حالة الكسور، في حالة التسمم، إذا وصل إلى مرحلة انقطاع للتنفس والنبض إذا في هذا الحالة يحتاج إلى إنعاش. مباشرة عملية الإنعاش. هنا يأتي سؤال، لماذا يحتاج الشخص المصاب إلى عملية الإنعاش؟ طبيعي حتى يشتغل الإنسان، يرجع القلب للنبض مرة أخرى ويستمر عملية ضخ الدم إلى الدماغ. الآن لما نقوم بعملية التنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي في قاعدة أساسية، كنا في السابق نتكلم عن إعطاء التنفس الاصطناعي للشخص المصاب، بنعمل مثلا 3 نفخات وقبلها 15 ضغطة، 3 نفخات وقبلها 5 ضغطات، هذه معلومات موجودة متكاملة في الطب. نعم. لكن الآن نحن نركز على قضية، نعمل فقط نفختين، مع العلم أن النفختين ليس لها داعي، ليست ضرورية، هي فقط من أجل تهيئة الرئتين عشان نتأكد أن الرئتين ما فيهاش أي مشكلة، ليست مسدودة وهذه الأشياء. فإحنا بنعمل للشخص المصاب نفختين من أجل التأكيد، ثم نعمل 30 ضغطة. 30 ضغطة هذه هي المهمة. ليش بنعمل 30 ضغطة؟ علشان أعمل دورة دموية متكاملة مهمتها فقط وفقط تغذية الدماغ. ليش تغذية الدماغ؟ لأن الدماغ عنده ما يسمى بالفترة الحرجة، قد يتوقف الشخص عن التنفس ويتوقف عن النبض. تمام. قد يتوقف عن التنفس وقد يتوقف عن النبض ويقول الناس الموجودين ميت، ولكني كمسعف ممنوع أن أحكم عليه أنه ميت. ما هي الفترة التي قلتي عليها أنه هو في مرحلة الفترة الحرجة؟ هي 15 دقيقة ماكسيموم فقط. يعني تمام. احنا بدنا نعمل عملية الإنعاش ب 15 دقيقة خلال هذه كل ما الفترة. وصلت في الدقائق الأولى كل ما كان إسعافي أفضل، كل ما تأخرت كل ما كان. طبعا 15 دقيقة تبدأ من وقت وقوع الحادث. نعم، من وقت وقوع الحادث وانقطاعه عن التنفس والنبض. يعني فعلا فترة حرجة جدا ومدة قصيرة جدا. طيب خلينا نبدأ الآن بالخطوات العملية في عملية الإنعاش، ورح يشاهدوها المشاهدين طبعا بتمثيل عملي. نعم، معنا الأخ حمادي موجود هنا. طبعا احنا اعطيناه اسم جميل، هذا اسم حمادي مشهور عندنا في اليمن. نعم. ولذلك بطبيعة الحال إذا صار في مشكلة معينة فأنا وصلت للمكان مثل ما كنا شيكنا وهكذا، نجلس جلسة بنسميها جلسة المسعف. المسعف عنده جلسة بنسميها جلسة طبيعية مريحة. نعم. لمن؟ للمسعف، وآمنة للمصاب. بحيث أنه ما أجلس بهذه الطريقة في الشارع لأني خايف من التراب وهكذا، لو جاء شخص وضغط علي احتمال أني أسقط على الشخص المصاب. لا، فأنا أكون في وضعية إيش؟ آمنة. عندما أكون في وضعية آمنة بهذه الطريقة أأتي من جوار كتف الشخص المصاب. نعم. على طول أتأكد من وجود التنفس والنبض. أول شغلة أتأكد هل هو واعي ولا لا. يا حمادي حمادي، بنعمل ربط خفيف للانتباه. تمام. برفع صوتي حمادي حمادي، ليش؟ علشان احتمال هو داخل مرحلة صدمة فيحتاج إلى رفع الصوت عشان ينتبه. نعم. إذا استجاب خلاص بسأله إيش اسمك حمادي، أين أنت في القناة، الساعة كم الآن، قال الساعة 10، إذن هذا الشخص واعي تماما، ما يحتاج. نعم. أن يختبر التنفس أو النبض أو هكذا. فأنا بقول له على طول إيش اللي عندك، حيقول لي فرضا عندي إصابة في القدم، إذن حنتعامل مباشرة مع الإصابة. أما إذا صار عنده انقطاع التنفس والنبض وهو فاقد الوعي، يا فلان يا فلان يا فلان، ما فيش أي استجابة، فأتي مباشرة أختبر التنفس والنبض. أسمع وأتحسس على أنف وفم الشخص المصاب، وأنظر القفص الصدري. نعم. هل التنفس موجود ولا لا، فأعمل بهذه الوضعية، أسمع وأتنفس وأنظر لمدة 10 ثواني. نعم. إذا ما فيش تنفس أتأكد من الشريان السباتي. الشريان السباتي موجود وين؟ الشريان السباتي موجود هنا في هذا المكان، هذه القصبة الهوائية، بجوار القصبة الهوائية، إما من هنا وإما من هنا، ما يسمى بالشريان السباتي. لو وضعت الإصبعين بهذه الطريقة ومسكت في القصبة الهوائية من الجهتين أضغط إلى الداخل. نعم. قليلا هنا أحس بإيش؟ بالنبض. شو الإحساس اللي رح يحسه الشخص؟ نبض الشريان. نعم. واضح. نعم. جدا. يعني ممكن يقول الشخص ممكن أقيس من هذا المكان كويس. نعم. لكن هنا ضعيف إذا دخل الشخص في مرحلة الصدمة، فيحتاج أني أتأكد من هذا المكان، فممكن أقيس التنفس والنبض في آن واحد، بدل ما. نعم. أعمل 10 ثواني هنا 10 ثواني هنا مباشرة. أختصر أعمل 10 ثواني للجميع. نعم. أسمع وأتحسس وأنظر وأجس النبض في آن واحد. فأنا. نعم. بعمل بهذه الوضعية، أحط الإصبعين عند منطقة الشريان السباتي ومباشرة أسمع وأتحسس وأنظر لمدة كم؟ 10 ثواني. بعد مرور 10 ثواني تأكدت أن الشخص منقطع عنده التنفس والنبض. من. نعم. باب الاحتياط أضع أذني مباشرة على القلب علشان أتأكد فعلا أنه هو منقطع تماما عن النبض. ما عنده نبض إذن على طول أشتغل نفختين 3 ضغطات. نعم. عملية الإنعاش، عملية التنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي تبدأ. التنفس علشان أعمله تنفس صحيح أمسك الرأس، أميل الرأس قليلا إلى الخلف
لاحظوا شو فائدة هاي الحركة؟ علشان أفتح مجرى الهواء. لأنه لو كان هكذا بمجرد ما عمل تنفس لن يدخل الهواء. جيد، لذلك نعم. مهم نقطة أو شغلة مهمة أننا أميل الرأس قليلا إلى الخلف، إمالة الرأس، ركزوا عند الكلمة، معناته إمالة ببساطة بهدوء. نعم. في كثير من الناس لما يميل الرأس يقوم ماسك الرأس عمل ها لا انتهينا الحمد لله، خذوا على المقبره سلام عليكم، كسرت الرقبه بهذه الحاله. لذلك يحتاج الى ايش؟ رفع قليل بهدوء. نعم. امسك على طول، اغلق الانف، افتح الفم، اطبق الفم على الفم بالشفتين، اغلق على فمه كامل علشان اعطيه دفعه. نعم. قويه من الهواء. لاحظنا عملية ارتفاع ايش؟ يعني بأقصى ما لدي من قوة. أيوة. لازم علشان أدفع الصدر للانتفاخ، لأن الرئتين مثل البالون. نعم. ينتفخ بقوة. أعمل المرة الثانية للتأكيد. قديش مدتها تقريبا؟ انت هو ما بين النفس والنفس ثانية إلى ثانيتين. نعم. فيحتاج إلى سرعة، فأضغط على طول مباشرة على القلب. وين القلب؟ كثير من الناس يقول القلب هو في اليسار، لا ليس في اليسار، هو في الوسط، في الوسط. مائل. نعم. قليلا إلى اليسار. فلو عملت الشخص المشاهد بالكفة اليمين هكذا والإبهام من الجانب وحطيتها في الوسط باليمين، ها، وحطيتها في نهاية القفص الصدري، حجم قلبك مثل قبضة يدك. نعم. فلو حطيت نهاية القفص الصدري وعملت هكذا، إذا هذا مكان القلب. نعم. في كثير من الناس يقول لك أنا أحس بالوخزات هنا، قلبي يوجعني. يا أخي ما ندخل قلبك، يعني قلبك ما هو هنا، هو قلبك هنا أصلا، فهذا فقط عامل نفسي. هاي الأخطاء الشائعة، يعني هاي نقطة جدا مهمة. قالوا 65% من الإصابات الموجودة سبب الإسعاف الخاطئ، 75% من الأمراض في المستشفيات سبب الحالات الذهنية وليست. نعم. الأمراض. على فكرة في نقطة جدا مهمة نعرج عليها قبل ما أنك تكمل، في ناس بتميل الشخص على الجنب لحتى ياخذ هواء أكثر، هل هاي شيء صحيح ولا خاطئ؟ متى؟ هذه مرحلة متأخرة تماما، لكن في حد عدم وجود التنفس والنبض، فأنا أحتاج أعطيه دفعة. نعم. لو كان على جنب كيف أستطيع أني أعطيه إيش؟ دفعة. صعب من جدا الهواء. طبعا. فيحتاج أن يكون الشخص بهذه الوضعية، أميل. نعم. الرأس إلى الخلف، عملت النفختين. على طول أحدد مكان القلب أين؟ نهاية القفص الصدري. نعم. أضع اليد اليسرى بالكف في وسط الصدر ولكن نهاية القفص الصدري، اليد الثانية. نعم. فوقها مباشرة بهذه الوضعية، طبعا لأني بكتب باليمين فقوتي في اليمين. صحيح. في ناس يكتب باليسار، إذن قوته في اليسار، فاليسار هي الأعلى. أنا أعمل بنفس الطريقة لأن قوتي في اليمين، فأنا. نعم. أضع اليمين هي الأعلى وبعدين أشبك بهذه الوضعية. نعم. واليدين مستقيمة وأحطها في وسط الصدر تماما. تمام. الآن وأنا جالس أقوم بزاوية 90، لاحظوا العملية، لما قمت بزاوية 90 بهذه الوضعية الآن أبدأ أعمل عملية إيش؟ الإنعاش القلبي. وأيضا بأقصى ما لدي من قوة، بأقصى ما لدي من قوة، كامل الجسم يساعد على الدفع، فأخلي اليدين مستقيمة بهذه الوضعية وأبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. خلصت. الآن أرجع أشيك، هل رجع التنفس والنبض؟ رجع التنفس والنبض ومنحس. الحمد لله على السلامة. تمام. جاي. ما رجع التنفس والنبض بدي أرجع أعيد الكرة وأكرر، ممنوع منعا باتا أن يحكم هذا المسعف على المصاب أنه ميت أبدا إلا في حالتين، إذا كان رأسه مفصول عن جسده ميت خلاص إيش نعمل له أكيد. يعني. أو إذا كان القلب خرج من مكانه بسبب إصابته. نعم. طيب غير هذه الحالتين ممنوع. أيضا في نقطة مهمة بهاي المسألة، في أشخاص بتكون وضعيتهم فوق الشخص مباشرة، هل هاي وضعية صحيحة ولا وضعية خاطئة؟ نحن نعمل بهذه الوضعية تماما حتى يتضح للشخص المشاهد، لما نعمل بهذه الوضعية أميل الرأس إلى الخلف فأنا أكون بجوار الشخص المصاب. نعم. لما أضع اليدين بكامل جسمي عليه. الإنعاش لازم تكون بجانبه. يعني بجانبه. حال... نعم. صعب، لأنه لو جئت أنا مثلا من هنا. نعم. من هذا المكان. صعب إني أعمل إنعاش. نعم. لكن هذه قد تنفع في حالة الغرق التي سنتكلم عليها إن شاء الله. نعم. لكن الآن نحن نركز على الإنعاش القلبي، فنأتي في هذا المكان، أضع اليدين، أقوم أكون واقف في هذه الوضعية، أعمل. نعم. 30 ضغطة بنفس الطريقة، أتأكد بعدين من وجود التنفس والنبض، ما فيش أكرر وأكرر أكرر لا العملية. أتوقف إلى أن يصل أكيد الإسعاف. أول حالة إذا أفاق المصاب، يعني عملت نفختين 30 ضغطة، ما فيش نفختين 30 ضغطة، نفختين 30 ضغطة، نفختين، عادة نشتعمل له 30 ضغطة، 1 2 3 4 5 فجأة المصاب قول ريع كمل 8 9 ما بيصير إذا أفاق ما هو إذا أفاق المصاب إذا عملي كمصاب في ناس يعني زيادة الخير خيرين بالضبط لذلك لا إذا أفاق المصاب نتيجة سلبية. نعم. إذا أفاق المصاب إذا في. نعم. هذا الحال يجب أن أتوقف. طيب ما أفاق المصاب مستمر استمر استمر حتى المسعف رقم 2 يتعب ينهك يبطل فيه قوة يعني. طيب لو أزيد أواصل أنا احتمال يغمى علي فحياتي أهم من حياته. طيب إذا تعبت خلاص توقف ما تعبت معلش. نعم. يعني وصلت مثلا الاستاذ فلان او الاستاذ فلان او الدكتور الفلاني حدا يكمل جاء مباشره قال انا دكتور في المستشفى الفلاني اذا. نعم. عملي انتهى. لماذا؟
لأن صاحب الاختصاص وصل. جميل. طيب صاحب الاختصاص لم يصل، واجب علي أن أعمل هذه الطريقة حتى وإن نقلناه على سيارة عادية حتى يصل للمستشفى. نعم. وأنا في السيارة أستمر نفختين ثلاث ضغطة نفختين ثلاث. نعم. ضغطة حتى يصل إلى المستشفى، نكون هكذا حافظنا على خلايا الدماغ عشان ما يدخل في مرحلة اسمها الموت الإكلينيكي أو الموت السريري. طيب خلينا نحكي الآن عن الفرق ما بين إنعاش الطفل وإنعاش البالغ، هل في فرق فعليا ولا ذات الطريقة؟ جيد. إذا بالنسبة للطريقة اللي هي نفختين ثلاث ضغطة، في عندي ثلاث أشخاص بالغ وطفل. نعم. ورضيع. تمام. البالغ اللي هو احنا معروفين البالغين مع كبار السن. نعم. الطفل من عمر 3 سنوات الى 14 سنه يسمى طفل، والرضيع الذي هو من اول ساعه ولاده الى عمر سنتين. نعم. سنتين ويوم 3 سنوات خلاص. تمام. اذا كان طفل فاحنا بنعمل بنفس الطريقه، اذا كان رضيع نعمل بنفس الطريقه، الفارق القوه. تمام. اكيد يكون اخف على الطفل. جيد. اذا كنت شخص بالغ أميل الرأس إلى الخلف. نعم. أغلق الأنف، أفتح الفم، أعمل نفخة بقوة مثل ما اتفقنا. نعم. ونعمل على طول 30 الضغطة بنفس القوة هذه. تمام. طيب إذا كان طفل ما بين 3 سنوات إلى 14 سنة، نفترض 5 سنوات 7 سنوات وهكذا. نعم. نعمل بنفس الطريقة، أميل الرأس إلى الخلف، أغلق الأنف، أفتح الفم، أطبق الفم مع الفم وأعمله نفختين، وعند عملية الإنعاش أضغط بيد واحدة فقط. نعم. ليش؟ لأنه سهل الوصول، ما يحتاج اني اضغط باليدين، اليدين ممكن ادي الى كسر الصدر. وشو بتساعد مساله وضع يدك الاخرى خلف هو بس انا بعمل بهذه الوضعيه. نعم. علشان انا اسند نفسي فاساعد على القوه. نعم. لا سيما بعض اطفال ياتي ما شاء الله سمين فيحتاج الى ايش شويه من الدفعه او القوه، فانا اضغط بهذه الوضعيه ما فيش مشكله بالنسبه لوضع اليد الاخرى. هاي من 5 الى 14 سنه هاي الطريقه من 3 الى 14 سنة. من 3 الى 14 سنة. إلى 14 في حال كان رضيع اذا كان رضيع من اول سنوات. ساعه الى عمر سنتين. نعم. اول شغله عند اعطائه تنفس، أميل الرأس قليلا فقط لأنه رقبته لازالت صغيرة. نعم. عندما أميل الرأس قليلا إلى الخلف ما أستطيع أني أغلق الأنف وأعطيه تنفس عن طريق الفم لأن الفتحات صغيرة ولأن المسافة بين الأنف والفم قصيرة، فصعب أقوم أغلق أنفه وأفتح فمه الصغير وأطبق فمي الكبير على فمه الصغير. صعب جدا صح ولا لا؟ لذلك بفمي أغلق على أنفه وفمه مع بعض فأعطيه التنفس عن طريق الأنف والفم مع بعض. نعم. فأنا أعطيه نفسين ولكن هنا شرط، رضيع فيحتاج إلى نص نفس فقط الأولى ونص نفس الثانية. إيه شو الفرق؟ مثل ما واحد يطفي. نعم. الشمعة. وفي حال إنه إحنا أعطيناه نفس كامل إيش ممكن يأثر؟ ممكن تفجر الرئتين، الرئتين لازالت صغيرة جدا فيحتاج إلى نفسين، فأميل بهذه الطريقة أغلق بأنفي على أنفه وبفمي. نعم. على أنفه وفمه أعمل نفخة بسيطة أول واحدة ثاني واحدة، وعند الإنعاش أضغط بإصبعين إما هكذا وإما هكذا. عند عملية الضغط بإصبعين لاحظي البالغ ضغطنا نهاية القفص الصدري. نعم. الطفل نهاية القفص الصدري، الرضيع بإصبعين ما بين الحلمتين. لأن القلب لا زال فوق في الوسط. نعم. ما بين الحلمتين أعمل بهذه الوضعية مباشرة، أعمل إيش إنعاش قلبي 30 ضغطة مثل ما عملنا تماما. نكون هكذا انتهينا أنهينا مسألة الإنعاش. نعم. يعني أستاذ بلال سنهوب بالفعل شكرا جزيلا لك، معلومات جدا مهمة، بنتمنى أن يكونوا بالفعل المشاهدين استفادوا من هاي العمليات. نعم. شكرا لتواجدك معنا وأكيد عودة لصفاء. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية أستاذ بلال. يعني فعلا فقرة مهمة مشاهدين، الواجب الاجتماعي دائما يحتم علينا تعلم هذا التكنيك لنكون جاهزين دائما متأهبين فعليا للمساعدة وأيضا لإنقاذ الأرواح في من الأشخاص اللي حولنا أكيد بمساعدتهم. متوقفين الآن مع فاصل، وبعد الفاصل فقرة المدونات مع زميلنا ميران أحمد، كونوا معنا. أعود لكم مشاهدينا وفقرة المدونات، واليوم مدونة مهمة عن النوم، وهل المرأة أو الرجل في فرق يعني باحتياجات ساعات النوم ما بينهم؟ أكيد يعني منرحب بالبداية بزميلنا ميران الذي سيطلعنا على معلومات مهمة في هذا الموضوع. تماماً، أهلا وسهلا. شوف إحنا متحمسين للموضوع منك، عم تحكي عن النوم وعن الفرق بين الرجل والمرأة. لا نحن كنا من الإسعاف رح نروح للنوم يعني، بس خلوني أسألكم أول شيء قد ايه بتناموا؟ أنا ما تسألني عن النوم لو سمحت. أنت ما فينا نسألك يعني بالإضافة إنك بالضبط أنا خليني على جنب يعني في موضوع إنها عالمية وعندها أطفال. نعم. الله يعينك. فما في نوم إطلاقا. هو النوم مع الأطفال حديثين الولادة لعمر يمكن سنتين تقريبا رح تضلها الأم تعاني فعليا من النوم، ما في نوم إطلاقا. مرحلة النوم العميق لكن يعني بتحاول. نعم. بتقدر. يعني بتعرف أنت ضربت على الوتر الحساس في مسألة يعني إنه إحنا إعلاميين، العمل الإعلامي بيحتاج إلى جهد ذهني جدا كبير، لا يتعلق فقط بساعات دوام معينة، أنت ماشي بساعات الدوام تعطي جهد ذهني. صحيح. وجهد جسدي. صحيح. لكن حتى لما بترجع للبيت أنت ما بترتاح، أنت صحيح. ممكن أنت عم
تقرا، انت عم بتفكر شو بدك تعمل. يعني انا على سبيل المثال الاسبوع الماضي وما قبله كونه كان عندي تصوير لرحله فكر، فعليا ما كنت انام، لانه حتى لما بنام ما بدخل اطلاقا مرحله النوم العميق، انا بهلوس في مساله كيف التصوير رح يكون. فانت عم تحكي انه النوم معدوم حتى لما انت بتنام، النوم مش بس يعني يعني مش بس سيء، هو فعليا معدوم يعني، واستيقاظ طول الليل مع جهد ذهني، بتصحى فعليا انت مو شبعان نوم، فما تسال اطلاقا عن النوم. بس انه ممتع يعني اسراء، شوف صح، احيانا الواحد بيكون وهو ماشي وهو رايح وهو عم بيشتغل عم بفكر، لكن هذا جمال ايضا الاعلام. انه الواحد عم بيلتقط صور وين ما كان عم بيحاول انه هو يوصل. اكيد طبعا، بس ما في نوم تربطيه يعني كلها مع بعض على اساس انه بتصير هيك بتشوف يا هي بتزبط مع هي وهي بتزبط بالحلم بيطلع لك اشياء تماما. اليوم مشاهدينا نحن اخترنا لكم مدونة من مدونات أراجيك للكاتبة هنادي موسى بعنوان من يحتاج لعدد ساعات نوم أكبر، هل الرجل أم النساء؟ طبعا بشكل عام بيحتاج الشخص البالغ من 6 إلى 8 ساعات نوم يوميا كل ليلة، وهذا الشيء بيختلف، بيختلف الاحتياج من شخص لآخر. بعض الناس بيكفيهم 6 ساعات بس من النوم، بينما ما بيشعر الآخرين بأنهم حصلوا على كفايتهم من النوم وبيحتاجوا للمزيد لحتى يحسوا بالنشاط، والبعض أصلاً ما بيشبع نوم. المدونة بتناقش دراسة حديثة المدونة هي اللي نحن اخترناها اليوم بتناقش دراسة حديثة عن النوم واختلافات حاجة النوم بين المرأة والرجل. هلأ السؤال، مين بينام أكثر؟ شو رأيكم؟ لا أكيد المرأة بتنام أكثر، أو بتحتاج لنوم أكثر، يمكن ما بتنام أكثر بس بتحتاج لنوم أكثر، يعني برأي جسمها بيحتاج. أنا بشوف إنه المرأة هلأ طبيعة نومها أصلاً تختلف عن طبيعة نوم الرجل، يعني أنا بحس إنه الرجل بيفوت لمرحلة النوم العميق بشكل أكبر أو بشكل أسرع. المرأة لا، يعني المرأة حتى لو نامت مثلاً 6 أو 7 أو 8 ساعات اللي هي تعتبر للبالغين مدة قياسية جداً، المفروض إنه تعطي الراحة، لكن هي ما بتفوت مرحلة النوم العميق حتى لو كان حتى لو نامت هاي الفترة، فبحس بتضلها حاسة إنه لا محتاجة ساعات نوم أكثر. هاي وجهة نظر طبعًا. إحنا أكيد بنحكي عن الدراسة وهون وجهة نظر. أكيد إحنا هلا بنشوف. تعرف ميران يعني بغض النظر عن الدراسة، أنا مو كتير مع جدلية إنه رجل وامرأة، هي بالنهاية تعويد يعني، وشخص عن آخر بتختلف ظروفه بيئته قد إيه عود نفسه. يعني أنا بعرف ساعات بعرف أشخاص كانوا يناموا تقريبًا يعني 12 ساعة متواصلة وخلص هيك جسمهم بده، لما صار في عندهم ظروف تانية وعودوا جسمهم لفترة معينة فعلياً صارت 6 ساعات تكفيهم للنوم ويصحوا نشطين بعد ما فعلا دربوا جد دربوا جسمهم ودربوا اعضاء جسمهم على هذا النوم. يعني نحن الكبار بالعمر كمان يعني بناموا اقل يعني 4 ساعات 5 ساعات تلاقيهم انه خلص بكفيهم، صح ببلشوا بيصحوا ببلشوا بيصحوا الاصغر منهم يعني. فعليا المرأة بتحتاج لنوم أكثر من الرجل لأنه بتسم مخها بتعقيدات مختلفة عن مخ الرجل، بجانب أنه مخ المرأة بيشتغل بقوة أكبر من مخ الرجل خلال اليوم. أشار العلماء أنه المرأة بتحتاج ما لا يقل عن 20 دقيقة إضافية على عدد ساعات النوم الطبيعي للبالغين، وبتختلف بالطبع من امرأة إلى أخرى. ولأنه طبعا يوم النساء بتسم بتعدد المهام اللي بيقوموا فيها بوقت واحد، فبيستنفذوا خلالها الكثير من طاقة المخ، وبيصير احتياجه للحصول على نوم كافي مسألة ضرورية جدا. أحمدك وأشكرك يا رب إنه الدراسة أنصفتنا وأنصفت طريقة عملنا. دائما منصفات على فكرة. هاي برضو منرجع يا ميران لمسألة العمل الإعلامي أو أي عمل ممكن تقوم فيه المرأة، إنه المرأة أصلا اهتمامها بكثير من التفاصيل أكبر بكثير من طريقة اهتمام الرجل. يعني إحنا مثلا على مستوى مرات بتصير جدليات ونقاشات بيننا وبين زملائنا في العمل، إنه بتحس النساء طريقة اهتمامهم بكل التفاصيل وجمعها بعقلهم بلحظة واحدة وبوقت واحد والحديث فيها بوقت واحد أسرع بشكل كبير من طريقة تعامل الرجل مع هاي التفاصيل. بتلاقي الرجل خلاص one way بده يشتغل هاي الشغلة بده يخلصها لحد ما ينتقل step ومن ثم ينتقل step. إلى خطوة النقطة بعد الأخرى خطوة. إحنا ما بنشتغل بهاي الطريقة، وهذا اللي بيخلي فعليا المرأة هي بحاجة لفترة نوم لإراحة العقل، لأنه عندها شبكة عنكبوتية معقدة جدا داخل عقلها، هي قادرة بالقيام بأكثر من مهام، التفكير بأكثر من شغلة في ذات الوقت، فهي بتحتاج للنوم لأنه النوم بيرجع كل هاي الأمور لطبيعتها،
فكتير مهم انها تنام وتعمل تريح حالها. بس المشاهدين مشاهدينا انه انتم فيكم تطوروا هي المهاره، يعني فيكم كرجال انه تطوروا هي المهاره، تفكير متعدد بآن مع انسى. دقوني ما تضلوا تخلوا النساء تحكي لكم هاي المعلومه عشان هذا الموضوع. لا لا فعلا في رجال، في رجال قادرين. اذا الرجال فهموا طريقه عمل دماغ الانثى كثير بيرتاحوا. اكيد طبعا، والعكس ايضا، يعني انه المراه تفهم طريقه عمل دماغ الرجل. بس ممكن نطور عمليه النوم؟ هون السؤال اللي بيطرح نفسه. نطورها؟ يعني هل ممكن نصير ننام بالفعل مثل ما حكت صفاء؟ هاي نقطة جدا مهمة انه نعرف كيف بدنا ندرب انفسنا على نوم مريح. هلا في مجموعة من الامور اللي ممكن الواحد يعملها بنتناقشها في حلقات قادمة. نعم. لانه موضوع كتير تعرف طبيعة النوم يعني. كمان يعني ممكن تكون 10 ساعات غير مريحة، فيها كتير من الاصوات. صحيح. من الازعاج، من النوم المتكرر واليقظة المتكررة. ممكن يكون في 4 ساعات فعليا او 3 ساعات مريحة بتدخلي مرحلة النوم العميق، فانت هنا قادر انك انت تشبعي نوم. فنوعية وجودة الساعات هي اكيد كمان بتحكم. حتى يعني في بعض نصائح انا سمعنا من زمان او قريتها يعني من خلال دراسات انه هي مشان تسرعي النوم وتبعد التكنولوجيا. هلا عن جد كثير بتلعب دور. صح. يعني الموبايل جنب الراس وقت بكون الواحد نايم كافي انه يقلب يومه ليوم تعيس جدا ثاني نهار. الاضاءه فعليا يعني 21 دقيقه من الاسترخاء تعادل 3 ساعات نوم. يعني يقال كمان اذا واحد بده يسترخي حقيقه ويتمدد على يعني التخت او السرير. خليني احكي بس هيك نصيحتين سريعتين انا جربتهم عشان عن جد تنام وانت مرتاح. يكون جنبك ورقه وقلم نوت هيك تكتب فيه الاشياء اللي بتعملها الصبح عشان ما ضلك تفكر فيها. صح. وكمان تقرا وانت قبل ما تنام. اقرا قبل ما تنام بتوديك بعالم فعلا بتنيم كانها منوم. لما تمسك كتاب قبل ما تنام يعمل مفعول المنوم. صحيح، فكره حلوه. احيانا بخليك تفكري اكثر اذا هيك تقبلتي بقصص كتاب عميق. كتاب بسيط يعني تقرا شيء رواية ممكن شيء خفيف. صح. انه بالفعل. صح. يوديك لعالم اخر وتنام وتحلم فيه كمان. صحيح. رح نروح للاقتباس الثاني من المدونة. وجدت الدراسة كمان انه النوم القليل للمرأة هو السبب الرئيس لعدة اعراض جانبية تتمثل بمشاكل نفسية مثل الضغط العصبي، الاكتئاب، سرعة الغضب. وما بتصير هاي الاعراض بنفس الدرجة للرجال وقت بيحصلوا على عدد ساعات نوم قليلة. ووجدت الدراسة كمان انه 18% من النساء بيشتكوا من عدم الحصول على نوم كافي خلال 5 أيام بالأسبوع على الأقل مقابل 8% من الرجال. الاختلاف بعدد ساعات النوم الكافية بين الرجال والنساء بيوضح لنا لماذا بيشيخ مخ الرجل بسرعة عن المرأة بالمقارنة بين عمر مخ امرأة تبلغ من العمر 75 سنة يساوي عمر مخ رجل يبلغ 70 عام. نحن ما متأكدين من السبب الحقيقي، ولكن بشكل عام هي واحدة من الأسباب. بيحصل مخ المرأة يعني على وقت راحة أكبر واسترخاء لتقوية يعني تقوية قدراته يعني بما أنه الجسد المرأة بيكبر قبل جسد الرجل يعني أو بيتعب أكثر. مخ الرجل المخ بالعكس. بالعكس تماماً. يعني هو في نوع من التوازن الحمد لله وتوزيع النعم بطريقة منصفة وهي نعمة. بس بالنهاية يعني أنا برضو حابة أركز على نقطة، نسيت النقطة اللي بدي أحكيها. خلص يا ميران نرجع لها بوقت لاحق. إذا تذكرت إسراء النقطة بنرجع بنتذكرها. خلونا نروح تتمة الجولة بالمدونات مشاهدين. مشاهدينا خلصت المدونات، رح نروح للصحافة. بس قبل الصحافة تذكرت إسراء النقطة اللي لازم تقولها. مسألة إنه ما تلومونا على مسألة العصبية، يعني هاي نقطة جدا مهمة كونه قلة ساعات النوم تسبب العصبية والمزاج المعكر. يعني في بعض الأحيان يعني لا تلوموا المرأة، بنحاول قدر الإمكان والله نريح التفكير والعقل والمخ ونرتب الأمور. يعني الله المستعان. الحياة بالنهاية وتسارع الحياة وكثرة الأعمال بتضلها متعبة ومتعبة للعقل والمخ، لكن ما تلومونا.
إذا عزيزي عزيزي الرجل يعني دع زوجتك تنام وتأخذ كفايتها من النوم حتى ما تعصب وتنرفزك طول اليوم. راح نروح مباشرة للصحافة مشاهدينا والبداية من العربي الجديد وفي عناوين: سوريا خريطة أمريكية للحل، تيلرسون قدم لبوتين والمرحلة الأولى بتتمثل بالقضاء على تنظيم الدولة، أيضا مناطق استقرار مؤقتة بمشاركة طيران النظام وبالديرة سلطات محلية، إزاحة الأسد بمنعه من الترشح أو بإغراءات لترك السلطة أو مصير القذافي، ولقاءات تحضيرا لأستانا وقوات النظام تتقدم عسكريا. بفرنسا العربي الجديد مع المرشحين، تنشر الصحيفة سلسلة تحقيقات من داخل الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة الأساسيين لرئاسة فرنسا، والبداية كانت مع مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. رح نروح ونتابع بالصحف لصحيفة الشرق الأوسط وفي عناوين مشاهدينا: تشديد أمريكي على وقف صواريخ الحوثي الإيرانية، وترامب أشاد بمساعدة الصين في حل الأزمة الكورية، أيضا من العناوين: مجلس مدني للرقة برئاسة عربية كردية، ماي تفاجئ البريطانيين بانتخابات مبكرة في حزيران، إلى الحياة وفي عناوينها: ماتيس يسعى إلى ردع التهديدات الإيرانية، أكد قبل وصوله للرياض أهمية إنهاء النزاع في اليمن في أسرع وقت، أيضا توجه لتوسيع الحضور الدولي والإقليمي في مفاوضات أستانا وانتقاد روسي لتركيا، اجتماع طهران الثلاثي تأثر بأجواء ضربة أشعيرات، وتقدم الجيش اليمني في صعدة بدعم من التحالف، استشهاد ضباط سعوديين بتحطم مروحية في مأرب، أيضا تعاقدت معها الحكومة العراقية لحماية الطريق بين بغداد والأردن، شركات أمنية أمريكية في الأنبار تثير قلقا إيرانيا، رفضت حل اللجنة الإدارية ودعت إلى انتخابات المجلس الوطني أولا. أيضا في الشأن الفلسطيني، حماس تشدد على أو في شروطها لاستقبال وفد فتح. أخيرا مع القدس العربي وفي عناوينها: نجاد يصرح المخابرات الإيرانية أضافت 8 ملايين صوت لتأمين انتخابي رئيسا، قال إنه يملك أوراق ضغط خطيرة وسيفتح تزوير انتخابات عام 2009 إذا تم إقصاؤه، وأكثر من 3000 مختطف في سجون الحوثيين وتجنيد 1600 طفل في الحرب، تحطم طائرة عسكرية للتحالف العربي في اليمن ومقتل 12 عسكريا على متنها، ومجلس الرقة المدني فصائل كردية متحالفة في أو مع أمريكا تعلن تشكيل هذا أو فصائل متحالفة مع أمريكا تعلن تشكيل مجلس الرقة، مقتل 20 مدني في غارات التحالف الدولي على البوكمال شرق سوريا. أيضا في الشأن السوري، ومسودة عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله تطال حركة أمل. نذهب معا الآن إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح. وبهذا مشاهدينا بنكون خلصنا من فقرة الكاريكاتير وأيضا الصحافة، وانتهينا من فقرات صباح الإيمان لليوم، والختام دائما مع أسراء وصفاء. شكرا لك ميران على المدونة الرائعة اللي اخترتها بداية، وأكيد على جولة الصحافة المهمة. ومشاهدينا أكيد في ختام صباح الإيمان نتمنى لكم يوم جميل مليء بالسعادة بالأمل ومفعم دائما بالحيوية. ما تنسوا تشاركونا وأيضا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكذلك مشاهدتنا عبر اليوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.